مباشر. كيف ستنفذ الحرة المباشرة الوحداتية؟ على طول تنفذ باتجاه 18 خطر الله. الحكم يلغي هدف الوحدات، الحكم يلغي هدف الوحدات. هدف ملغي، هدف ملغي، هدف ملغي. نتابع الباشا يعترض على الحكم، محمد الباشا يعترض، والتنبيه الشفوي. شوف ابو عماره على طول في خط السته يضع كره، وايضا نتابع البهداري كيف كان الحال؟ لا ندري، الحكم هو الاقرب، الحكم هو الاقرب. والحديث مع عامر ذيب كابتن الفريق. الهدف ملغي، الهدف ملغي. تبقى النتيجة كما هي، التعادل بين الطرفين بدون أهداف في هذه المباراة، في هذا الشوط، في هذا الشق، في هذه الحصة من ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن. هل الكرة على اعتبار أنها لمست يد البهداري من أعلى؟ لا أعتقد، لا أعتقد، ربما